طورني امي طورني، اتركوني اتركوني يا حبيبي ماما، اتركوني ماما ما تقلقوا اتركوني يا حبيبي ماما، اتركوني ماما تعالي برا. لا لا اخدتي لي بصميتي، ما فيك تاخدي لابني ما فيك. فلك قعدي شوية عزتك. ليكي طنط أنا تلفنت لسيف لأنه ما نام امبارح بالبيت لشوف شو الوضع معه بعد اللي صار مواجهة بينيك وبين نايا وبيني. بدي إياك تحطي إيدك بإيدي. كريم عم قال لك زح من وجهي، أنت بلا حق تاخدي لي مصرياتي من البنك. ها؟ ها مصرياتي إلي أنا، أنا من جوزي أنا مالك حق تاخديهم. ماما وحيد وحيد طورني امي طورني، اتركوني اتركوني يا حد ابني ماما، اتركوني ماما ما تقلقوا اتركوني ابني ماما، اتركوني ماما تعالي برا. لا لا اخدتي لي بصميتي، ما فيك تاخدي لابني ما فيك. ماما هلا فكرت بابنك؟ ماما طلعي عوضه فلك. ماما وحيد وحيد طورني طورني امي طورني طورني. كريم طلع على برا، طلع على لا 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 انت لا تركوني لا 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 هيدا ابني لا برا. انت وحده بلا قلب، انت شيطان انت شيطان. طلعوا على برا يا بلا ادب بلا فهم بلا مخ، ما تعصف عمرك. تركوني يا حبيبي تركوني شو لوين من غير شر؟ بدنا نظهر شوي، طق قلبنا بين أربع حيطان. بس سيف بعد ما سمح بالظهرة برات البيت. خلصت القصة ماما، خلص صار فينا نظهر. لا ما فيكم تظهروا غير ليقول سيف. روبا خلص خلص الموضوع. بعدين وجيه مشغول بمشاكله هلا، اتركيهم يروحوا يشوفوا وجه ربهم شوي ولو. طيب، لوين بدكم تروحوا؟ نقعد بشي قهوة. ماشي. بس خلي زياد يضل ناطركم برا وما تتأخروا. أوكي. فلك بس الجاكيت ما بتظهري هيك. روبا تعالى بدي أدلع هيك. كيف هيك يعني؟ يعني بلا زواج، البنت بعدها بأول عمرها لازم ترجع تجوزيها، وأنا أصلاً مني حسيتها على بعضها. هذيك المرة شفتها كانت عم تبكي. ليه بدها تبكي؟ شو ناقصها يعني؟ إنه بشرفك قليل اللي صار معها، ترملت وهي بعدها صبية صغيرة، خلص لازم ترجع تتجوز وتشوف حياتها. كريم في شي جديد؟ لا مثل ما خبرتك، بس أمك بجنني مش راضي تحكي مع حدا. شو صاير أمي؟ ليه ما خبروك؟ بس أنت ليه عملتي هيك؟ لأني أم، تصرفت معها هيك لأني أم، لأني بخاف عليها لحتى تفهم إنه اللي عم تعمله كتير غلط. إيه بس أمي أنت كمان صرفتي غلط، الغلط ما بيتصلح بغلط. الأصول عنا بتقول إني أقتلها، بس لأني أم ما عملت هيك. هي كمان أم، شو نسيتي؟ لا هي مش أم،
هي تركت ابنها وراحت مع واحد حرامي نصاب. شفت كشف حسابها. عم تصرف عليه سيف، عم تصرف عليه. لا طيب يلا انا رايح على الشغل، ببقى بكل شيء منقوش على الطريق. وبتعرفي شو احسن؟ انه جاي بالليل بمرق على شي مطعم بكل شي ساندويتش حتى ما اعذبك والهيك عن اللي عم تعمليه. جلال انا بعرف اني عم بهملك بهيدي الفتره، ما زال عارفة انك عم تهمليني. ليش 24 على 24 قاعدة على هالكنباية عم تتفرجي على صورة ابنك وعم تنعي من بعيد؟ ليه ما بتطالبي بحقك؟ ليه ما بتروحي لعند اهلك بتقولي لهم بدي حقي من ورثة جوزي من ورثة بيي حتى نقدر نجيب ابنك لهون ونعيشه بكرامة معنا؟ صرت قايدت لك 100 مرة هولي اهلي، ما فيني ارفع دعوة على اهلي. اهلك؟ هيك بيتصرفوا الاهل تالا؟ هودي بتعتبرين اهل اللي شحطوك من بيتك وحرموك تشوفي ابنك وحرموك من مصرياتك؟ هيدي اخر مره بتقولي هودي اهلك، هودي اعدائك مش اهلك. الاهل ما بيعملوا هيك. وانت بعدين لازم تعملي شيء، لازم تتحركي وتطالبي بحقك. كل يوم انا عم روح بفلح بالشغل من الصبح لاخر الليل حتى اوفي شويه الديون للي حطيتيهم فوق ديوني.